صباح الخير اللي معانا في كل مكان، اكيد بيتابعونا دلوقتي. يوم جديد وحلقه جديده وضيوف جديده وملفات مختلفه، وطبعا هنتابع مسيره النادي الاهلي ان شاء الله في كل البطولات والماتشات اللي جايه. عندنا لسه يعني مهام صعبه جدا، وخلينا نقول برضو تنافسيه شديده جدا، سواء على المستوى المحلي او اكيد الافريقي او العالمي. بونجور، صباح الهنا، صباح العسل، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بكل حضراتكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا كالعاده لن تخلو من اخر الاخبار والمستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي. النهارده في ساعتنا الثانيه كالعاده هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هنحتفل مع حضراتكم من خلالها بالمولد النبوي الشريف، كل سنه وكل حضراتكم في احسن صحه وحال يا رب، والاحتفال هيكون من خلال يعني فقره انشاد ديني مع منشد اهلاوي جدا. الفقره الثانيه هيكون فيها حديث مطول طبعا عن الساحة الكروية بشكل عام مع الناقد الرياضي الأستاذ محسن لملوم، اللي دايما بنسعد وبنستفيد بوجوده معنا في 10 الصبح في الأهلي. في صباح العسل على كل حضرات. طبعا كل سنة أنت طيب، كل سنة وإحنا جميعا بخير بمناسبة المولد النبوي. ومعرفش دلوقتي بقت الناس تجيب اللي هي الحلويات بتاعة المولد النبوي ولا لأ، بس إحنا كنا كل سنة بنجيبها بس ما بناكلهاش يعني، بس هو طقس وتقليد مصري، بتبقى عادة كده بنحبها طبعا. على كل حال خليني أبدأ مع حضراتكم، وفي البداية قبل أي حاجة عايزين بس نقول كابتن محمود الخطيب ألف سلامة، إن شاء الله تقوم يعني أحسن من الأول. كمان هو متواجد حاليا زي ما حضراتكم تابعين في فرنسا تحديدا، ويعني هقول رحلة علاج طبعا هو بيخضع ليها وفحوصات طبية مختلفة بعد تكرار فكرة هنا نوبة الدوار أو الدوخة اللي كانت بتجيله، اللي اتعرض ليها كمان لما كان موجود لحضراتكم فاكرين مع المعسكر في النمسا، وده اللي تسبب إن هو وقع يا كريم وقتها وكان جاله جرح يعني قطعي بالرأس. وبعد كده كمان يعني كابتن محمود عرض حالته خلال الساعات كمان اللي فاتت تحديدا على العديد من الأطباء بتوع المخ والأعصاب، كبار كمان أطباء المخ والأعصاب والرقبة وغيره، عشان يعرف وعشان يطمن ايه اللي حصل بالظبط او ايه سبب الحاله دي. وبعد كده هيكون كمان متواجد علشان يتلقى العلاج هناك نتيجه طبعا برضو كان سبب من الاسباب اللي كان وقتها الدكاتره قالوا له الضغوطات اللي اتعرض ليها بشكل كبير جدا على مدار كمان الفترات السابقه، كان ضغط كبير جدا كلنا كنا متابعين اكيد. وبعد ما انتهى كمان من الفحوصات الطبيه وغيره هيعاود ان شاء الله العلاج، وبعد كده باذن الله يبقى في فتره راحه ويعود مره ثانيه للقاهره. وبرغم كل ده برضو امبارح كلنا تابعنا رغم طبعا الظروف الصحيه اللي بيعدي بيها، لكن هو كان تلقى دعوه، وكانت الصور منتشره بشكل كبير جدا. تلقى دعوه من ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، واللي كان حريص جدا برضو على التواصل والسؤال على يعني كابتن خطيب، واصر ان هو يدعوه لحضور الكلاسيكو الفرنسي اللي كان بين باريس سان جيرمان ومارسيليا. ووجه طبعا يعني كابتن محمود الخطيب الشكر والتحيه لناصر الخليفي على الدعوه وعلى التقدير، واعتقد دي برضو لمسه كبيره جدا يا كريم. اتمنى لي اكيد التوفيق في الفترات ويعني الماتشات وزي ما بتقال كده العقبه اللي جايه. لكن في الاول وفي الاخر احنا خلينا نقول يعني عشان الناس امبارح كانت قلقانه، لا كابتن محمود الخطيب كويس الحمد لله، لكن هو زي ما احنا بنقول لحضراتكم ما فيش حاجه اكتر من ان هو بيعمل دلوقتي فحوصات طبيه، وان شاء الله لو في جديد اكيد هنبلغ حضراتكم من خلال كمان النادي الاهلي او من خلال قناه النادي الاهلي. بسيطه ان شاء الله وباذن الله يعني يعود كابتن محمود الخطيب يعني سالم غانم باذن الرحمن، اكيد بنتمنى له السلامه، ربنا يشفيه ان شاء الله. وزي ما بقول لكم باذن الرحمن تكون حاجه بسيطه ان شاء الله. تعالوا بقى نفتح اول ملف معانا في حلقتنا النهارده. امبارح اعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده البرتغالي روي فيتوري عن القائمه الاوليه للاعبين المحترفين اللي هينضم 11 لاعب منهم لمعسكر شهر اكتوبر ان شاء الله، المقرر انطلاقه في الفتره من 9 الى 17 اكتوبر، واللي هيتلعب من خلاله مباريتين وديتين قدام زامبيا وكمان قدام الجزائر. الكلام ده هيكون يوم 12 ويوم 16 اكتوبر. القائمه ضمت الاسماء الاتيه: محمد صلاح، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، طارق حامد، احمد حسن كوكا، مصطفى محمد، عمر مرموش، حمدي فتحي، محمد شريف، سام مرسي، احمد حمدي. والحقيقه كلها اختيارات متوازنه جدا جدا، وكلهم الحقيقه كل اسم منهم على حده متالق للغايه في الفتره الاخيره، يعني كلهم متالقين مع فرقهم في الدوريات الاوروبيه المختلفه. بص انت اتكلمت عن ماتشين وفي كمان يعني كلام اكتر عن كلام تحديدا عن ماتشين زامبيا هنا والجزائر، هم مهمين جدا كمان. خلينا نقول لاكتر من سبب. اولها انت بتتكلم ان بقالنا فتره طويله جدا بنلعب مع منتخبات، خلينا نكون صراحه، تصنيف ثالث ورابع وكنا بنحقق نتائج جيده جدا، لكن وقتها قلنا يا جماعه احنا مش عايزين نفرح قوي، مش عايزين الثقه تبقى عندنا عاليه، لان انت لسه في البدايه. لما لعبنا بقى مع منتخب من التصنيف الاول
زي طبعا تونس، منتخب تونس احنا للاسف الشديد خسرنا بنتيجه كمان كانت كبيره. لما تيجي تتكلم خساره 3-1 لا يعني دي مش افضل نتيجه ابدا، ومش افضل خساره ابدا. يعني في خساره ممكن تبقى بعد لعب كويس جدا وعملت اللي عليك وغيره يبقى مثلا بفارق نقطه او غيره، لا صعب جدا اللي حصل اكيد. عشان كده لو هنيجي نتكلم هنقول مطلوب اننا نغير الصوره تماما، نظهر بشكل افضل كمان امام زامبيا والجزائر، وخصوصا مواجهه الجزائر. انا هنا عايزه اتكلم، عايزه اقف شويه لان هي هتكون قويه جدا، هتبقى تجربه كمان اعتقد مفيده امام افريقيا. وفكره هنا كمان انك تلعب المنتخب الجزائري، هو عنده سكواد يا كريم يعني المتابع طبعا لا قوي جدا، عنده نجوم في دوريات اوروبا يعني، وعنده محترفين ابرزهم خليني اقول مثلا رياض محرز. رياض محرز طبعا لاعب وسط ميلان، عندك كمان اسماعيل بن ناصر مدافع رامي يعني سبعيني، نجم براسيا دوترموند وغيرهم وغيرهم من المهاجمين والهدافين التقال جدا. فلا طبعا هتبقى مباراه صعبه، هتبقى مباراه قويه جدا. انت مش عايز بس يبقى اداءك مختلف، انت عايز يبقى في تطوير في كل حاجه بصراحه. يعني انا مش عايزه اقول او مش خلينا ما نقولش يا كريم او ما نحبطش حتى نفسنا بالكلام، نفسنا مش بس اللعيبه لا ما نحبطش نفسنا بالكلام ده، بس فيتوريا لازم يركز جدا، ولازم يبقى في رد فعل قويه كمان على الارض، ولازم يبقى في تنبيه قوي جدا للمنتخب ان احنا ما عندناش رفاهيه ان انت تخسر او ان انت تضيع كوره او ان انت تضيع فرصه، كل ده هيحسب ضدك. فبالتوفيق طبعا، لكن فيتوريا هنرجع نقول رجل لا له يعني ثقل كبير جدا، سيفي كبير جدا، وان كانت لسه النتائج على الارض يعني مش ملموسه، لكن احنا متمنين او يعني عندنا امل ان شاء الله يبقى فيه حتى نتيجه مختلفه هذا الموسم يا كريم. احنا مش بس ما عندناش الرفاهيه، احنا حتى ما عندناش الخلق الحقيقه كده، لان الناس خلاص جابت اخرها. احنا بقالنا فتره طويله جدا ملف المنتخب ده الحقيقه يعني ملف مش عارف ليه هو شائك وبقاله فتره، ومش فاهمين ليه في حاجات غريبه جدا بتحصل فيه. المنطق لازم يكون حاضر فيما يتعلق بملف المنتخب اكتر من كده بكتير، لان احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم على منتخب مصر، ومنتخب مصر ده لفترات زمنيه مش قليله ما كانش قليل وما كانش بسيط. فيما يتعلق بقى بالنادي الاهلي، عايز اقول لحضراتكم ان فتره التوقف طبعا تعتبر جت في وقتها تماما بالنسبه لمستر كولر ومجموعه اللعيبه، لان الفتره الاخيره الحقيقه طبعا كلنا شفنا وساعدنا بالشكل الجميل اللي نعرفه طول عمرنا عن النادي الاهلي. شفنا اول مباراه قدام المصري في الدوري طبعا نتيجه كبيره، وبعد كده كسبنا اول مباراه في دوري ابطال افريقيا تحديدا في دور ال 32 امام سان جورج الاثيوبي بثلاثيه. واكيد مستر كولر عنده اكتر من لاعب محتاج انه يجهز للمرحله اللي جايه، خصوصا العناصر المنضمه اخيرا او في الفتره الاخيره دي الفريق الاول، وده مطلوب في الفتره اللي جايه ان شاء الله. عشان كده فتره التوقف الدولي هتكون فتره في منتهى الاهميه للنادي الاهلي. بص قبل ما نسيب ملف كرة القدم تحديدا، عشان طبعا احنا هنرجع له مرة تانية في الفقرة الحوارية وهنتكلم بتفصيل فيها، بس انا نفسي بس اطلب حاجة واقول حاجة، وحد يختلف معانا بعتولنا اكيد. يعني انا نفسي يوصل المنتخب ان يبقى القوة بتاعته بقوة ماتشات النادي الاهلي. انا اسفة اني بقول حاجة زي كده، او مش اسفة يعني اسفة ومش اسفة في نفس الوقت، بس القوة اللي موجودة والنجاح اللي بيحقق من قبل النادي الاهلي، أنا أتمنى إن هذا المستوى يكون عند المنتخب المصري ده بجد، لأن إحنا ما بنفرحش من المنتخب زي ما بنفرح من النادي الأهلي. خليني أدي دليل أكبر، لما أنت بيبقى في ماتش للنادي الأهلي يا كريم، والكافيهات بتبقى عاملة إزاي والأماكن بتبقى عاملة إزاي، أنا بقول لحضراتكم حاجة والمسوها بنفسكم، الماتشات بتاعت النادي الأهلي شوفوا الكافيهات والأماكن بتبقى مزدحمة إزاي، لما والناس مركزة إزاي على مدار المباراة كلها، ولما بيبقى في ماتش للمنتخب بص الناس والزحمة والتداخل والكثافة بتبقى عاملة إزاي، هتلاقوا في فارق كبير جدا. على فكرة دي حاجة مش بقولها وأنا مبسوطة، طبعا انا سعيده للنادي الاهلي بهذا او هذه المتابعه والاهتمام وغيره والقوه، لكن انا اتمنى ان المنتخب المصري برضو يوصل لده، لان زي ما انت بتقول الاداء اللي احنا بنشوفه والنتائج اللي احنا بنشوفها لا تليق ابدا باسم مصر. طب هل في خلل، في مشكله في البوتنشال، في مشكله في الكوادر، في مشكله؟ طب ما كل لاعب من دول في سواء هو على سبيل الاحتراف مثلا محترف في بلده بيلعب في اي نادي اخر اوروبي مثلا بيلعب جيد جدا، عندنا في الانديه المحليه في اي نادي هو تابع ليه برده بيلعب كويس جدا مستوى او مستويات رائعه وخبرات كبيره، ليه بقى لما بينضم المنتخب وبيتكون مع بعض ليه ما بشوفش ده على الارض بنتائج؟ عليه علامة استفهام بصراحة. برضو ليس تقليلا من المنتخب أبدا، لكن تساؤل يعني. هو مش بس النتائج اللي غير مرضية، عارفة لو مجرد النتائج أقول لك ماشي بيمشي الحال، لكن المشكلة في الشكل، مشكلة في الثقل، مش ده منتخب مصر. وفي حاجات كتيرة لازم
تحصل في الملف ده عشان يرجع منتخب مصر بزخمه المعهود. منتخب مصر طول عمره منتخب مخيف ولا سيما على الصعيد الافريقي. فايه اللي بيحصل محدش فاهم الحقيقه، بس طبعا الحال ده لازم يتغير في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. نتمنى ذلك. على كل حال خلينا نرجع لملف كره القدم مره ثانيه بس في الفقره الحواريه. خلينا دلوقتي نغير وهنتكلم في بقى يعني الالعاب الاخرى، وتحديدا هنتكلم عن المنتخب الوطني للجمباز الفني رجال وسيدات اللي غادر القاهره لبلجيكا عشان يشاركوا بقى في بطوله العالم للجمباز الفني. المفروض البطوله دي هتنطلق يوم 30 سبتمبر والمؤهله طبعا لاولمبياد باريس 2024، بطوله مهمة جدا. منتخب مصر خاض رجال وسيدات معسكر كان مغلق بجورجيا وكلمنا عنه قبل كده، ده قبل انطلاق هذه البطولة. والحقيقة خلينا نقول في مجهود كبير جدا مبذول طبعا، وعندنا ثقة في الأول وفي الآخر في أبطالنا أن هم يتأهلوا بإذن الله باستحقاق لأولمبياد باريس. فالتأهل فقط أكيد يعني مش هقول مرضي، لكن هو شيء يسعدنا جميعا، لكن عشان نقول بقى الأداء مرضي والنتيجة مرضية لازم يكون في أكيد يعني نتيجة على الأرض مكللة ب يعني ميداليات بقى إن شاء الله نتمنى تكون ذهبية، يعني لأن مصر برضو تستحق ذلك حتى لو احنا بنتكلم على مستوى رياضة أو اتنين، لكن احنا نرجع من غير أي ميداليات ذهبية أو ميدالية واحدة بتهيألي مع كل التطوير اللي حاصل على الأرض حاليا والاهتمام بالرياضة في العموم، لا احنا ممكن نحقق أكتر من كده بكتير. على كل حال خلينا ناخد على التليفون الأستاذ أحمد المحمدي المنسق الإعلامي لاتحاد الجمباز. أستاذ أحمد أنا بصبح على حضرتك، بونجور. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل متابعي قناة الجزيرة. يعني خلينا في البداية ولو حضرتك تتفق معايا في النقطة الأخيرة اللي أنا اتكلمت فيها قبل ما نتكلم طبعا عن البعثة والمشاركين ونطمن، هل احنا بنتكلم هل احنا كافي فكرة ان احنا بنتأهل للأولمبياد يعني دورة عن دورة، ولكن ما بنحصدش اللي احنا بنتمناه من عدد كميداليات او غيره، وخصوصا الميداليات الذهبيه اللي دلوقتي ممكن تكون مش بعيده عن احلام وطموحات الابطال المصريين، فخليني ابدا من هنا. طبعا معاكي حق يا نهوان، يعني في ظل الطفره اللي مصر بتعيشها مؤخرا منشآت وبنيه تحتيه وكل دوت بيساعد جميع الالعاب، مش بتكلم على الجمباز بس، جميع الالعاب ان هي تقدر تنجح وان هي تقدر تحقق ان شاء الله ميداليات بصوره اكبر ويبقى ليها مكانه دوليه ومكانه عالميه وتنافس في جميع المحافل ان شاء الله. ده اللي بنتمناه الفتره الجايه، وخصوصا ان احنا الفتره اللي فاتت يعني الحمد لله في العاب كتير جدا على المستوى العالمي قدرت ان هي تحقق يعني ميداليات ذهب وتتصدر التصنيف الدولي يعني، فان شاء الله الفتره الجايه تكون استكمالا للمسيره ان شاء الله باذن الرحمن. طيب عايزين برضو فرصه وحضرتك منورنا على التليفون، عايزين نطمن على البعثه وعن عدد المشاركين، احنا عندنا كام لاعب ولاعيبه هيشاركوا في البطوله دي ان شاء الله؟ يعني الحمد لله البعثه غادرت امبارح لبلجيكا ووصلت بالسلامه. البعثه عندنا مكونه من 8 لاعبين، 3 بنات و 5 شباب. عندنا ساندرا الصادق وجامع عبد السلام وجانا محمود، دول البنات. وعندنا من الرجال عندنا احمد المراغي وعمر العربي لاعب النادي الاهلي ومحمد عفيفي وزياد فاطر واحمد عبد الرحمن. دول البعثه اللي هي هتشارك ان شاء الله في بطوله العالم بلجيكا 2023 من 30 سبتمبر ل 8 اكتوبر ان شاء الله. هو البعثه عددها قليل نسبيا ولا بيتهيألي ولا هو ده الحد الاقصى اللي لا يعني يشارك بيه؟ لا هو مش قليل العدد، المنتخبات بيبقى المشارك في البطولات ديت بيبقى هو ده العدد يعني المسموح بيه او اكثر واحد او اثنين، ده العدد اللي هو المتعارف عليه في معظم الفرق اللي هتشارك ان شاء الله في البطوله باذن الله. كويس جدا. مهم كمان ان احنا نطمن، وانا دايما بحب انا وكريم يعني نركز شويه في النقطه دي، فكره هنا توفير كافه احتياجات اللاعبين، وكمان احنا بنتكلم ان احنا بنستهدف كمان مراكز اولى ان شاء الله في هذه البطوله، فهل كل الاحتياجات متوفره؟ هل في مشاكل مثلا عند الابطال؟ هل في مشاكل دلوقتي تقدر حضرتك تطلعنا عليها قبل ما باذن الله نروح للاولمبياد اللي احنا عندنا امل باذن الله احنا هنتاهل؟ يعني خلينا نتكلم من دلوقتي. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بدانا من بدايه شهر سبتمبر الولاد اشتركوا في بطوله المياه الدوليه، وفي بطوله كبيره مصنفه من الاتحاد الدولي والولاد حققوا فيها 3 ميداليات، 2 ذهب وواحده فضيه. وبعد البطوله على طول الولاد توجهوا لجورجيا دخلوا في المعسكر يعني لغايه قبل البطوله قبل ما يسافروا بلجيكا ب 48 ساعه. البنات
برضه راحوا كاس العالم او كاس التحدي في باريس بيشاركوا فيها، وقمت مؤخرا في باريس، وقمت على الصاله اللي هتقام عليها اولمبياد باريس 2024. يعني باريس مش سايبه حاجه للصدفه، بدات تستعد مبكرا لاستضافه الاولمبياد. هي فنظمت بطوله التحدي ديت، وشارك منتخب البنات في البطوله. بعد المشاركه في البطوله توجهوا على طول هم كمان يلتحقوا بالمعسكر في جورجيا. معسكر جورجيا كان معسكر يعني صارم. الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز راح هناك المعسكر والتقى باللعيبه وساندهم وازرهم على اساس يحققوا يعني ان شاء الله في بطوله العالم نتيجه تليق باسم مصر باذن الله. وخصوصا المنتخب فعلا يعني الفتره اللي فاتت ديت شبه في معسكر مغلق، اللعيبه ما بتروحش يعني بقى لهم فتره، اللعيبه على طول تدريبات سواء هنا في مصر في المركز الاولمبي في المعادي او في بطوله رومانيا وبعديها في معسكر جورجيا، بيستعدوا فعلا بخطى ثابته زي ما بيقول زي ما بنقول، وواخدين الموضوع ان شاء الله تحدي ليهم ان هم يظهروا بمظهر مشرف باذن الله خلال بطوله العالم. رائع جدا، نشكرك استاذ احمد المحمدي المنسق الاعلامي لاتحاد الجمباز، وكل التوفيق ليهم باذن الله في هذه البطوله، بطوله كبيره جدا ومؤهله زي ما كنا بنقول لحضراتكم طبعا لاولمبياد باريس. الفتره اللي احنا فيها دي بنشهد تقريبا يوم عن يوم بطوله مختلفه وتاهيل طبعا مختلف، وبنسمع الحمد لله ان احنا بنتاهل في رياضات كمان مختلفه يا كريم، ده بيسعدنا بشكل كبير جدا. التاهل خطوه اولى، لكن اكيد الاصعب هيكون هناك والمنافسات، واكيد النتائج اللي بنامل ان هي تكون افضل من طوكيو اكيد، لان مفروض يكون في تطوير، مفروض يكون في يعني اختلاف على الارض كمان وفكر مختلف، لان اعتقد اللي احنا سمعناه من رؤساء الاتحادات المختلفه لما كنا بنتابع هذا الملف كانوا بيتكلموا ان هم بيحاولوا على قد ما يقدروا يوفروا كل المشاكل او يحلوا كل المشاكل اللي كانت في اولمبياد طوكيو ان هي تتحل، وكمان يوفروا كل اللي ابطالنا كانوا محتاجينه واكتر عشان باريس 2024. فهل ده هياتي بثماره بقى على الارض من خلال النتائج وعدد الميداليات؟ هو ده اللي هيشوفوا او ده اللي هيقرروا طبعا او هتقرروا النتائج في هذه البطوله، ده المحك يعني وده المقياس اللي هيبان على اثره وبناء عليه الكلام اللي كان بيتقال طول الفتره اللي فاتت والمجهودات الحقيقه اللي تم بذلها طول الفتره اللي فاتت هتؤتي ثمارها ولا مش هتؤتي. يعني هيبان كلها يعني خلاص الفتره عماله تقل بيننا وبين انطلاق فعاليات الاولمبياد، وان شاء الله ولو يا كريم تزود قوي للمصريين لو ما اتتش بثمارها اللي انت بنتكلم على اساسه يبقى في مشكله. يعني خلينا نقول بقى لو باريس ما كانتش النتائج فيها افضل من طوكيو يبقى في مشكله، ولو في مشكله لازم بقى القائمين على الرياضه المصريه يحلوها. يعني لو احنا بنتكلم ان الاتحادات هي اللي بتقول لك احنا بنحل امورنا ومشاكلنا وبنذلل العقبات وغيره علشان يبقى في نتائج افضل ومهتمين اكتر وفي بادجت احسن وغيره، لكن هي مش بفوارق كبيره برضه عشان الواحد يبقى يعني صريح، لكن لو النتائج ليست برضه الافضل ده يبقى في هنا مشكله لازم ان احنا نحلها. يبقى يعني في حساب ببساطه شديده، يكون في حساب. أيوة يعني ان شاء الله يتعمل تحقيق مثلاً بالمعنى الحرفي للكلمه، تحقيق فعلا بالمعنى الحرفي، ويبقى في مبدا الثواب والعقاب، لان بطبيعه الحال الدنيا كلها قائمه على المبدا ده، فكره ان يبقى في حد وراك وبيديك حافز عشان تتفوق في رياضه ما، حد بيحاول يوفر لك كل الامكانيات ويذلل لك كل العقبات، لو في الاخر المجهودات دي كلها ما كللتش بالنجاح يبقى فيها فعلا مشكلة ما وتستحق التوقف أمامها ومحاسبة المسؤولين عنها. عموما احنا أكيد بنتمنى كل الخير وبنتمنى أن كل لاعب ولاعبة مصريين يعني بيشاركوا في البعثة المصرية أيا كان في الرياضة أيا كانت الرياضة هي في الآخر احنا عايزينهم يرجعوا محملين ب ما يتناسب مع قدر مصر والمصريين، عايزين نسعد كلنا بمتابعة عالم مصر وهو بيرتفع، عايزين نسعد كلنا بمتابعتنا للنشيد الوطني المصري وهو بيتعزف أثناء وجود أبطالنا وبطلاتنا على منصات التتويج، دي الحاجة اللي احنا بنحلم بيها وإن شاء الله بإذن الرحمن نحققها بإذن الله. قبل ما نطلع الفاصل اللي جاي هنتابع مع حضراتكم درجات الحرارة النهاردة وصلت كام في محافظات مصر المختلفة، بعدها فاصل ولنا عودة إن شاء الله، اتفضل. خلينا نروح لمريم سميح دلوقتي في مقر النادي بالجزيرة عشان يعني تعرض لنا اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي اكيد والفرق. مريم صباح الخير عليكي، سامعينك اكيد انا وكريم والساده دلوقتي متابعين، اتفضلي.
بصبح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفرق الرياضية، سواء الفريق الأول لكرة القدم أو الفرق الرياضية الأخرى، وأيضا أنشطة اللجان والإدارة التنفيذية. طبعا بدايتنا مع الفريق الأول لكرة القدم، الحقيقة أن كان فيه امبارح مران أقيم في تمام الساعة 6، التجمع كان في تمام الساعة 5 مساء، ثم بدأ المران في تمام الساعة 6. قرر بقى مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق ان هو يعني يريح اللاعبين او يعطيهم اجازه سلبيه النهارده الثلاثاء، وبعد كده هيستأنف المران غدا ان شاء الله في نفس الموعد، هيكون البدايه في تمام الساعه 6 مساء بعد التجمع في تمام الساعه 5. خليني اقول لكم يعني بعض من الامور اللي تمت في مران الامس. الحقيقه ان كان في تقسيمه او قرر يعني مستر مارسيل كولر ان هو يشرك بعض اللاعبين، سواء الذين لم يشاركوا في مباراه الذهاب امام سان جورج الاثيوبي اللي اقيمت اول امس الاحد، يعني يمكن شارك الذين لم يشاركوا اللعيبه، وايضا شارك البدلاء، وشارك كمان بعض من لاعبي قطاع الناشئين في هذه المباراه. يعني كانت مباراه وديه او تقسيمه انتهت بنتيجه 2-1، يمكن يعني الذين بقى شاركوا في المباراة الأولى لسان جورج، الحقيقة أن هم لم يشاركوا في هذه المباراة الودية اللي أقيمت أمس على ملعب مختار التتش، وقرر بقى يعني مستر مارسيل كولر أن تدريباتهم تكون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، وعلشان يعني ريحوا قبل بقى مواجهة العودة أو مواجهة الإياب اللي هتقام إن شاء الله يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة 7 مساء. يعني يمكن كانت التمرينة تحضيرا وتمهيدا لهذه المباراة أكيد، ويمكن بكرة كمان بقى هيستكمل مران علشان يكون التحضيرات أكتر وبشكل جاهزية أكبر. خليني أقول يعني أو أطمن كل مشاهدي قناة الأهلي وجماهير النادي الأهلي إن عمرو السولية مازال يعني بيجري الجري حول الملعب، أو بيجري كمان البرنامج التأهيلي والعلاجي اللي وضعوا ليه الجهاز الطبي طبعا للفريق الأول لكرة القدم. يعني خليني أقول لكم كمان ان بمناسبه مران الامس، الحقيقه ان كان يعني شارك فيها عدد كبير جدا من لاعبي قطاع الناشئين، ودايما بنشوف ان مستر مارسيل كولر بيعتمد على لاعبي قطاع الناشئين سواء في المران او كمان المباريات الهامه، ويمكن كمان نشوف معاه بعض من قطاع الناشئين يعني يمكن بقى يشركهم في المباراه المقبله. خلينا بقى ننتقل لمباريات كاس العالم للانديه. النهارده الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا يعني يمكن هيعلن عن طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي، واللي بتقام طبعا في المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر المقبل. خلينا أقول يعني أن كل جماهير النادي الأهلي سواء في السعودية أو في الخليج أو حتى في مصر منتظرين طرح التذاكر عبر الويب سايت الخاص بالفيفا طبعا، علشان يشاركوا وعلشان يؤازروا فريقهم إن شاء الله في هذه المشاركة العالمية والكبيرة في كأس العالم للأندية. زي ما احنا عارفين أن مباراة النادي الأهلي هتكون هي المباراة رقم 2، وهينتظر فيها الفائز من يعني فريق اتحاد جدة وأوكلاند سيتي. بنتمنى طبعا كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وزي ما احنا شفنا مشاركته المشرفة على مدار السنوات الماضية، يعني إن شاء الله يحقق نتيجة أكبر في هذه المشاركة. وخليني أقول لكم يعني أن أكيد كل فريق النادي الأهلي مستنين أن يكون في مؤازرة وفي مشاركة كبيرة جدا لجمهور النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية. خلينا بقى ننتقل للفرق الرياضيه الاخرى، وتحديدا يعني اليد. اعلن ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق الاول لكره اليد رجال عن القائمه اللي هتشارك في البطوله الافريقيه للانديه طبعا يعني ابطال الدوري، واللي بتقام في الكونغو برازافيل، ويمكن خلاص سفرت البعثه الخاصه برجال يد الاهلي. خليني اقول لكم عن القائمه اللي تم اختيارها من قبل الجهاز الفني بقياده ديفيد ديفيز، يعني عبد الرحمن محمد ابراهيم، عبد الرحمن فيصل، ابراهيم المصري، محمد مجدي، نبيل شريف، احمد خيري، سيف هاني فوكس، احمد راضي، محسن رمضان، محمد لاشين، ياسر سيف، احمد عادل، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي، احمد هشام سيسا، وزيزو، محمود عبد العزيز جده، وراضي محمد راضي. يعني فريق النادي الاهلي خلينا اقول لكم ان هو بيقع في المجموعه الاولى مع هذه الانديه: جي اس كا من الكونغو، فاب الكاميروني، بي ام سي الكونغولي، وشبيبه سجده الجزائري.
ايضا يعني كابتن محمد عادل زولا المدير الفني لسيدات يد الاهلي اعلن عن القائمه اللي هتشارك في نفس البطوله، وهي بطوله الانديه او بطوله الافريقيه للانديه ابطال الدوري. والقائمه جاءت كالتالي: نصر عيد، من نطلة السيد، فرح الشاذلي، امين هشام، فرح حازم، رنا رادي، تؤى كامل، فيفالدا دي سيلفا، دونجو كامارا، رحمه محمد، ملك احمد، روان سيد او روان سعيد عفوا، دنيا صقر، نوال خليل، امين عاطف، ساره الخولي، ليلى حماد، وشهد الشواربي. وايضا بيقع النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي يعني سيدات مع في المجموعه الاولى مع الانديه بريميرو الانجولي، وانزيكو الكاميروني، اوتوهو الكونغولي، واخيرا جرين دو سيل الكونغولي. خلينا بقى يعني ننتقل للصفقات. الحقيقه تم الاعلان عن عده صفقات منذ ساعات قليله من قبل يعني النشاط الرياضي بقياده كابتن خالد عوضي الحقيقه مدير عام النشاط الرياضي. اعلن عن صفقتين في صفوف سيدات اليد. طبعا للفريق الاول يمكن كانت اول صفقه فرح الشاذلي، تم التعاقد معها بشكل رسمي لمده 4 سنوات مقبله، وبعديها طبعا كنزي حاتم تم بعدها الإعلان عن التعاقد معها لدعم صفوف سيدات يد الأهلي علشان يعني يشاركوا في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة. وخليني أقول أو أنوه يعني أن يمكن فرح الشاذلي بعد الإعلان عن الصفقة مباشرة كانت في القائمة اللي هتشارك في البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، والحقيقة يعني أن هي بتمثل إضافة كبيرة لصفوف الفريق. ايضا بقى يعني يمكن على مستوى كره السله سيدات تم الاعلان عن صفقه جديده، وهي طبعا السنغاليه فاتو دياني، اعلن عنها ايضا كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي. ويعني يمكن هذه الصفقه صفقه كبيره، واكيد هيكون يعني هتدعم صفوف الفريق خلال الفتره المقبله. يعني احنا زي ما احنا عارفين يا كريم ويا نهواندي، يمكن تحديدا فريق سيدات سله الاهلي حقق يعني العلامه الكامله خلال الموسم الماضي، ويمكن بقى بيطمحوا للحفاظ على هذه العلامه الكامله وايضا تحقيق الكثير من النجاحات او نجاحات اكبر خلال المواسم المقبله. وعلشان كده كان في تدعيم لصفوف سيدات سله الاهلي. اخيرا بقى يعني نروح للاداره التنفيذيه وانشطه اللجان. الحقيقه ان يوم الجمعه المقبل هيشارك النادي الاهلي في اليوم العالمي للقلب مع الجمعيه المصريه الافريقيه. والحقيقه يعني يمكن النادي الاهلي هو اول نادي عربي وافريقي هيشارك في هذه الاحتفاليه مع جمعيه علميه بشكل رسمي. يعني النادي الاهلي هو الحقيقه اول نادي بيشارك في اليوم العالمي للقلب مع جمعية علمية بشكل رسمي، وهي الجمعية المصرية الإفريقية للأبحاث العلمية وأبحاث القلب. خلينا أقول لكم أن يمكن علشان المشاركة دي تكون موسعة أو يشارك فيها كل أعضاء النادي الأهلي، يمكن النادي الأهلي والإدارة التنفيذية وفرت أتوبيسات يمكن من أمام مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة وأيضا الشيخ زايد ومدينة نصر، علشان يعني ينقلوا كل أعضاء النادي الأهلي لفرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة أو التجمع الخامس علشان يشاركوا في هذه الاحتفالية الكبيرة جدا. ويعني يمكن هتنتقل أو هتتحرك الأتوبيسات في تمام الساعة 9 صباحا علشان تكون موجودة بقى منذ بداية اليوم وحتى نهاية اليوم للمشاركة في هذه الاحتفالية. كمان خلينا أقول لكم أن يعني يمكن شعار هذه الاحتفالية هيكون نسر النادي الأهلي الأحمر، هيكون في إضاءة لنسر النادي الأهلي الأحمر تعبيرا أو رمز للبطولات، وأيضا تعبيرا عن صحة القلب خاصة أو الحفاظ على صحة القلب خاصة للرياضيين. زي ما احنا عارفين هيكون في يعني ندوة توعوية عن أمراض القلب للرياضيين، لأن زي ما احنا شفنا أكيد خلال السنوات المقبلة أو منذ بدء يعني الرياضة كان بيحصل حوادث لبعض اللاعبين بتوقف عضة القلب المفاجئ، والحقيقة أن بعض منهم توفوا أثناء التدريب أو كمان أثناء المباريات. فهيكون في ندوة توعوية علشان يتكلموا أكتر عن الحفاظ على قلب الرياضيين. وكمان خليني اقول لكم ان هيتم يعني عمل فحوصات لسبعين فرد من اعضاء النادي الاهلي، تحاليل وايضا رسم قلب، وهيتم تدريب 30 فرد من المنظومه الطبيه داخل فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس. تدريبهم طبعا هيكون علشان يعرفوا يعني او يكونوا قادرين على الانعاش القلبي الرئوي خلال فتره وجودهم داخل مقر النادي الاهلي بالتجمع الخامس. وخليني اقول ان يعني يمكن الاحتفاليه دي بيتم التنظيم ليها والتحضير ليها على قدم وساق علشان
كمان تكون احتفاليه تليق باسم النادي الاهلي، خاصه ان زي ما انا ذكرت في يعني اول هذا الخبر ان هو اول نادي عربي وافريقي ومصري بيشارك في الاحتفال لليوم العالمي للقلب. دي طبعا كانت كل اخبارنا والامور والمستجدات الخاصه بالفريق الاول لكره القدم، وايضا الصفقات الجديده، وايضا انشطه اللجان والاداره التنفيذيه. بشكركم جدا، الكلمه ليكم مره اخرى. يعني بجد يا مريم انت من المراسلين التوب بجد والله، ما شاء الله على قراءتك للاخبار النهارده. انا وكريم حتى واحنا بنسمعك كنا عمالين نشكر في ادائك، نشكرك جدا على هذه يعني الاخبار واللقاءات، شكرا ليكي جدا. صحيح، وللامانه احنا كل الزملاء والزميلات اللي معانا الحقيقه في القناه ما بين يعني مذيعين ومراسلين ومراسلات كلهم الحقيقه عاملين شغل اكتر من ممتاز ودايما قد المسؤوليه، بنحييهم كلهم. طيب تعالوا بقى نقف شويه انا وحضراتكم ونهاوند عند موضوع يعتبر موضوع مهم ومنطقي جدا الحقيقه، مبني بالكامل على تصريحات في منتهى الاهميه لجياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم اللي كان حريص على المشاركه في مؤتمر البيئه الامنه الخاص بالرياضه اللي عقد مؤخرا في فالنسيا باسبانيا، طبعا تم عقده على هامش الاسبوع الاوروبي للرياضه وبرضه في نفس الوقت في اطار الرئاسه الاسبانيه لمجلس الاتحاد الاوروبي. شارك انفنتينو عبر رساله فيديو مسجله واكد فيها ان ملايين الاشخاص الذين يلعبون وهو سماها كده اجمل لعبه في العالم على مستوى العالم لهم جميعا الحق في ممارسه الرياضه في بيئه امنه، وقال نصا: كرة القدم تدور حول المتعة سواء باللعب أو التدريب أو التحكيم أو المشاهدة أو الدعم، نريد أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بأجمل مباراة في العالم في بيئة آمنة ومبهجة. وأضاف انفنتينو قال: يلعب الملايين من الشباب والنساء والرجال في جميع أنحاء العالم كرة القدم، وخاصة الأطفال في مدارسهم وفي الملاعب وفي أي وقت وفي كل مكان. القاسم المشترك بين كل هؤلاء الأشخاص هو الحق في الاستمتاع بكرة القدم في بيئة أكثر أمانا، وكذلك الحق في ثقافة الاحترام والتفاهم. أعتقد القيم دي والمفاهيم دي يعني المنطق يقول ان احنا حتى كنا في غير ان احنا نتكلم عنهم، بس عشان نتكلم عنهم معناها ان في نقص ملحوظ فيهم. بيحصل طبعا، وبيحصل اكتر من كده كمان، بيحصل عنصريه. يعني انفنتينو اتكلم على العديد من النقاط الهامه، وكمان خليني اقول لحضراتكم كمان اضاف وقال: مسؤوليتنا جميعا ان نسعى جاهدين للحفاظ على سلامه الاطفال وجميع البالغين بما في ذلك الاشخاص الاكثر ضعفا الذين يشاركون في كره القدم. وكمان شدد على ان الاتحاد الدولي كره القدم لديه التزام طويل الامد بحمايه حقوق الانسان بفضل برنامج الفيفا والحمايه الذي تم اطلاقه في عام 2020 من خلال ايضا قسم الحماية وحماية الطفل في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وكمان سلط الضوء، خليني أقول لحضراتكم، على موقف الاتحاد الدولي بعدم التسامح مطلقا، ودي نقطة مهمة، ضد جميع أشكال العنف والمضايقة والإساءة، ودور كمان مدونة الأخلاقيات الخاصة به ومذكرة التفاهم مع كل من مكتب هنا الأمم المتحدة طبعا المعني بالمخدرات وبالجريمة وبالمجلس كمان أيضا الأوروبي، وسلط الضوء على موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم التسامح مطلقا ضد جميع أشكال العنف والمضايقة والإساءة، ودور مدونة الأخلاقيات هنا الخاصة وشدد عليها أكثر من مرة، والتفاهم من مكتب الأمم المتحدة زي ما كنت بقول لحضراتكم. فنقطة مهمة جدا، ومهم كمان أنا كنت أتمنى مع كل اللي أنا بقوله ده ومع كل ما قيل وتم التصريح به من قبل إنفانتينو أن يضاف جملة العنصرية، لأن العنصرية هو لم يتحدث عنها هذه المرة، تكلم عنها طبعا قبل كده في كتير من التصريحات لكن ما ذكرهاش المرة دي. العنصرية للأسف الشديد هي من أكتر أو من أكبر المظاهر اللي بنشوفها سواء من على فكرة لعيبة أو من جماهير. فنقطة كانت مهمة وملف مهم جدا، لأن العنصرية مرفوضة في العالم كله، في بعض الدول كمان اللي بتعاقب على التصرفات اللي من هذا النوع بالحبس، مش قصة بس بتبقى نوع من المخالفات وغيره، لا في محاسبة قانونية. وفي الفترة الأخيرة كان في ماتشات كتير لو تفتكر، كان من ضمن الأخبار إن احنا قلناها إن تم رصد عدد معين من جماهير، أنا مش فاكر كان ماتش مين ومين، بس كان في حتى رصد من خلال الكاميرات لجماهير أساءت لواحد من اللاعبين. والحقيقة يعني هو غريب إنها ما اتقالتش، يعني طبعا المعنى مفهوم بشكل ضمني في وسط سياق الكلام اللي هو قايله فيما يتعلق بمسألة المضايقات والإساءة، لكن ككلمة هي تستحق إنها تتقال بشكل مجرد، لأن هي فعلا نتج عنها مشاكل كتير جدا في الفترة الأخيرة. وشوفوا حضراتكم احنا وصلنا لسنة كام ولسه إلى يومنا هذا العنصرية مش بس موجودة، لا دي كمان في تزايد ملحوظ حتى في شوارع أوروبا، بتلاقي فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب بالكامل محتوى مبني على فكرة العنصرية، شيء يعني بغيض جدا الحقيقة.
مش عارف اخره الملف ده ايه. طيب قبل ما نطلع بقى فاصل تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا الفيديوغراف اللي بيرصد لنا اعظم حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد. بعديها فاصل ولا انا عوده. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا الاحتفال بمولد خير الانام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في مصر مش مجرد يوم وبيعدي، احنا بنتكلم على احتفالات بتستمر لمده شهر كامل، بتقام فيها كل اشكال الاحتفالات في قرى ومدن مصر المختلفه. النهارده وتحديدا من خلال الفقره دي بنحتفل مع كل حضراتكم بمولد النبي عليه الصلاه والسلام بفقره مع منشد وكمان هو اهلاوي جدا، هنحكي معاه ونسمع منه ونشوده في حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، سيدنا النبي اللي المفروض كلنا نتحلى باخلاقه ونهتدي بهديه. الفقرة المرة دي هتكون مختلفة، إن كمان هتبقى حلة فيها البركات وفرصة عظيمة بالنسبة لنا كلنا إن احنا نكسب أجر وثواب الصلاة على سيدنا النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. رحبوا معايا بضيفنا أحمد صلاح المنشد الديني. صباح الفل يا أحمد. صباح النور أستاذ كريم، طيب وحضرتك بخير وسعادة. أنا طبعا بتشرف إن أنا موجود معاكم وحضرتك مع الأستاذة نهوان، وأنا طبعا مبسوط إن أنا موجود في بيتي النادي الأهلي قناة النادي الأهلي. كرافات حمراء النهاردة طبعا نورنا حقيقي أستاذ أحمد. مايك أحمر بيرد على الكرافات الحمراء وشغل عالي. ده دليل على حبي للنادي الأهلي طبعا. بيسعدنا دايما اكيد نسمع حاجه زي كده. وهنبدا معاك واكيد هنتكلم عن مواضيع كتيره جدا، ويعني ومش هخش قوي في السيره النبويه، بس كده في برضو مواقف حابين ان احنا اكيد نتكلم عنها ونركز عليها في الفقره دي. بس بدايه علاقتك بالانشاد الديني ابتدت ازاي؟ لان في ناس مش فاهمه هل الانشاد الديني ده نوع معين يعني من الغناء او بيصنف ايه بالظبط، وهل اي حد يقدر ان هو يبقى مثلا صوته حلو ينشد انشاد ديني، ولا ازاي بتكون؟ هو بدايتي كانت ان انا كنت اصلا في البدايه من وانا صغير كنت بغني طرب، بحب الست ام كلثوم، الاغاني اللي هي الكلاسيكيه القديمه، لغايه ما انا سمعت المسلسل بتاعها بصراحه، فلقيتها ان هي اصلا في البدايه كانت بتقول موشحات وبتمدح في سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في القرى والكفور طبعا وهي صغيره. فانا قلت طب انا ليه ما استغلش الموهبه دي في حاجه كويسه، ان انا يعني ما فيش احسن من الثناء على الله، ما فيش احسن من مدح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فابتديت التجربه، الكلام ده من 12 سنه، يعني انا حاولت انشاد بقالي 12 سنه ومريت بعده فرق انشاد ديني، وحاليا انا في فرقه الروضه للانشاد الديني. وطبعا ممكن اي حد يبقى منشد بس يكون حابب ده، بس الانشاد اصعب من الطرب. ما عشان كده انا سمعت يعني فعلا الانشاد اصعب كتير. طبعا الانشاد عايز تبقى مطرب كويس انشد وتعلم مقامات موسيقيه. اقوى المطربين هم اللي كانوا خلفيتهم انشاد ديني وحافظين للقران الكريم، يعني اقواهم على الاطلاق دايما بتلاقي ان خلفيتهم كده. طبعا يعني خير دليل الست ام كلثوم، ما هي في الاول كانت بتقول موشحات، بعد كده ما شاء الله صوت حنجره، يعني ما شاء الله حاجه يعني كويسه جدا، يعني ده دليل على ان الانشاد قوي جدا. غير انه قوي هو كله بركه. فانا عايز اعرف منك لما تحولت للانشاد الديني من 12 سنه فاتوا، ايه اللي استجد في حياتك وفي شخصيتك نتيجه انغماسك في مدح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ حسيت ان انا بعمل حاجه روحانيه حلوه قوي، يعني انا كنت بطلع الحفله يعني حاسس ان انا رايح فرحي، يعني حاسس ان انا رايح حاجه كويسه جدا. عارف انت حضرتك، انا لما بقول انشوده انا اصلا بسرح، وبيبقى في حاجه روحانيه ان انا بمدح الرسول، ان انا يعني بثنى على الله، فدي حاجه كويسه جدا. وبعدين الانشاد الديني، استاذه نهاوند كانت قالت الانشاد الناس حابه تعرف الانشاد. الانشاد الديني هو يعني كونسبت معين او عنوان كده اسمه الانشاد الديني. له فروع. اول فرع الابتهالات، تمام؟ ثاني فرع الموشحات، في موشح. ثالث حاجه الانشاد الديني برضو. هو احنا في مصر من قديم الازل عندنا اساطير في الثلاث فروع دول. طبعا انا طبعا بحب الشيخ طه الفاشني جدا، الشيخ نقشبندي. النقشبندي انا بحبه، الشيخ محمد عمران، اصلا دول يعني المدارس اللي انا بحبها جدا، ان انا اتعلمت منها حاجات كتير جدا وما زلت بتعلم منهم، لان الناس دي فعلا اساطير ويستحقوا ان احنا نحيي التراث بتاعهم، ودي طبعًا حاجه كويسه جدا يعني. طب عايزين نسمع منك بقى ايه يعني ما تيسر في حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هنبدا بقمر. قمر بحبها. قمر سيدنا النبي. دي انا عاملها جديد بتوزيع جديد جدا، الاستاذ سامر ثابت هو اللي عامل التوزيع ده، يا رب يعجبكم ان شاء الله. قمر 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 سيدنا النبي قمر
وجميل 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 سيدنا النبي وجميل الله الله والله قمره سيدنا النبي الله الله وجميل وجميل والله جميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر قمر سيدنا النبي قمر الله الله وجميل وجميل والله جميل سيدنا النبي وجميل صلاة الله قدسي سناها من المولى على المختار طه صلاة الله قدسي سناها من المولى على المختار طه ورب العرش أهدانا شزاها ورب العرش أهدانا شزاها ورب العرش أهدنا شزاها فبتنا عمرنا نشتاق طه قمر قمر والله قمر سيدنا النبي قمر الله الله وجميل وجميل والله جميل سيدنا النبي وجميل صلوا صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال دجية الظلام وأتى الوجود نورا قمر قمر والله قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللي وسلم وبارك عليه ايه الجمال ده عليه الصلاة والسلام ما شاء الله عليك واحساس جميل وكلام طالع من القلب فعلا ربنا يعني البركه بتحل خلي بالك لما بيتم ذكره عليه الصلاه والسلام البركه بتحل عليه الصلاه والسلام طبعا ما فيش احسن من مدح النبي عليه الصلاه والسلام والواحد بيلاقي نفسه بصراحه انا لقيت نفسي في الانشاد كتير جدا وحتى الواحد بيدرب صوته على فكره بيعمل تمرين فوكاليز كويس بيتعلم مقامات موسيقيه كويس جدا. كنت عايزه اسالك هل الانشاد مرتبط اكتر بالدراسه دراسه اللغه العربيه بشكل يعني كمان كبير والموسيقى بشكل كمان والمقامات وغيره يعني اكتر حتى من الغناء حتى العادي او الغناء اللي هو الطربي؟ طبعا طبعا المنشد بيتميز بعده صفات طبعا مخارج الحروف دي مهمه جدا جدا طبعا هو لو هو قارئ الموضوع ده هيبقى يعني 100% طبعًا. لازم طبعًا. يبقى متعلم احكام كويس متعلم مخارج الحروف كويسه جدا طبعًا. بالنسبه للمنشد برضو موضوع مخارج الالفاظ دي كويس جدا وبعدين في تمرينات للمنشد ما بيعملهاش المطرب يعني احنا كمنشدين لازم مثلا يعني انا قبل ما اجي اللقاء انا عملت احماء للصوت لان ما ينفعش ان انا اصحى الصبح مثلا ان انا اروح اغني كده على طول يعني هل ينفع لعيب الكوره
ينزل يلعب على طول. طب الإحماء في حالتك بيبقى عامل ازاي؟ الإحماء طبعا احنا بنبدأ بطبقات يعني بالقرارات، ما ينفعش ان انا اقول جواب الصبح كده على طول، لان طبعا الصوت ممكن يتأثر كده. في تمرين فوكاليز بنعملها كل يوم على فكرة، كل المطربين الموجودين وكل المنشدين لازم يعملوا تمرينات الفوكاليز دي، اللي هو ان انا بتدرب على السلم الموسيقي دو ري مي فا سو بطرق مختلفة، بظبط العرب بتاعتي، بظبط النفس بتاعي، ده كله لازم يتعمل. على ذكر العرب والمقامات، هو ايه سر سحر القراء والمنشدين المصريين؟ احنا بنتكلم على ان في منشدين في كل الدول العربية وكلهم اساتذة افاضل بطبيعة الحال، لكن للمصريين منهم بصفة خاصة خصوصية شديدة جدا. الإنشاد أصلا المصريين ليه خصوصية موضوع تاني عندنا احنا فعلا. ما هو ده اللي خلاني بقى أحب الشيخ النكشبندي، وخلاني أحب الشيخ طه الفاشني والشيخ محمد عمران. أنت أصلا تلاقيهم بيبدأ مثلا، ممكن يبدأ بمقام مثلا بياتي، بعد كده تخليه بقى يدخل جوه يلعب في الرصد، يروح لمقام النهواند. معانا حضرة، معانا مقام النهواند، احنا مجايين ساكتين، النهواند حاضرة معانا خلاص. ممكن بس هو مقام حزين. ها لا ده على فكرة مقام راقي، راقي طبعا. شوف ياسين توقع لا هو فعلا كده بجد. اسمع المسمى حضرتك، هو الصبا اللي هو الحزين اللي هو الشجن الصبا، تمام. فانت تلاقي القراء بيدخلوا بيلعبوا في المقامات، بعد كده اهم حاجة انا ممكن العب براحتي، في مباريات ما بينهم ويطلع جوابات يعني مثلا شيخ محمد عمران لو سمعت رسول الله طلب يا الحنين، تلاقيه لعب جوه في جمله واحده والله قالها 21 مره بطريقه مختلفه، كل مره مختلفه بعرب مختلفه يعني حاجه وهم بجد. يعني انا عشان هو ده اللي حببني في الانشاد، الناس دي هي اللي حببتني. انت بتعمل حاجه تانية غير الانشاد يعني؟ هل يعني عرفنا اكتر عن شخصك وعن طبيعتك. هو انا شغال اصلا مهندس. الله، طب حلو جدا. شركه بتروجيت. جميل تمام. فانا الموضوع كنت واخده اماتور هوايه في الاول، بعد كده بقى بروفيشنال، ابتديت اشارك دلوقتي حاليا عضو في فرقه الروضه للانشاد الديني. جميل. وشاركت في مهرجان سماع الدولي اللي هو بيتعمل حاليا. جميل. كان عندي حفله يوم الاحد في قبه الغوري. وكان مشارك معانا دول مختلفه، وده الحضور عامل ازاي والتفاعل عامل ازاي؟ حلو قوي، وده بيدل ان الانشاد بيتطور. صح. يعني انت دلوقتي يعني استاذ انتصار عبد الفتاح طبعا هو اللي كان بيدير مهرجان سماع ده، بصراحه حاجه تشرف، حاجه حلوه قوي. يعني انا بعمل احياء للتراث بتاعي، وبعمل احياء للمناطق الاثريه بتاعتي، قبه الغوري، بيت السناري، وفي سيناء. بتساعد في انقاذ اجيال جديده بعيده خالص عن النوع ده من الحاجات اللي بتحصل بصراحه، المهرجانات والكلام ده. ولازم يبقى في بالانس يعني توازن. بس انا شايف بصراحه ان الانشاد منتشر والناس حابه ده، يعني بدليل اغنيه كاميرون دي كل العالم. مولاي انا بحب مولاي قوي. يا سلام. وانا يا سلام على الجمال. مولاي طبعا شيخ نكشبندي حاجه الله. طب احنا فيها لو مجهزه يا ريت، انا بحبها قوي. وفيها يوم المختار الاثنين جاهزين ان شاء الله. اللي عايزين استاذ يلا بينا. مولاي مولاي اني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي، بنور وجهك إني عائز وجل، ومن يعز بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا
وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك وما أتيك سخطا على عيش من الرغد من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع مولاي 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 الله الله الله. لا انت سكنت زي الفل. صعبه يعني فيها طبعًا. صعوبة مش بحسها طبعًا. فيها يعني طبعا ما فهمش قوي في الموسيقى بس تحس فيها عالي وواطي يعني لا قرار وجواب طبعا الكلام ده أغنية روحانية يعني موشح روحاني قوي لا وبعيش مع وجداننا كمصريين دي في دمنا كانت في التلفزيون على طول تحديدا في رمضان وفي الإذاعة وكل حاجة طبعا موجودة على طول طبعا الشيخ نشافين دي حاجة تانية أنا يعني يا رب ظاهرة كونية يعني حاجة بصراحة كونية. عمرها ما هتتعوض بجد وأنا ليا الشرف إن أنا أقول الأنشودة بتاعته والموشح بتاعه ده ويا رب أكون قلته بطريقة كويسة بس هو بصراحة بياخدك في حتة تانية يعني طبعا. إن أنت بص حاجة كده مختلفة هو ده اللي حبيبني في الإنشاد بجد أنت عارف الخلفية بتاعت مولاي إني ببابك وخلفية عمل الأيقونة دي عارف التفاصيل بتاعتها ولا مش عارف ما كانت حصلت ازاي والخلفيه بتاعتها كان في حضرتك قول اتفضل لا شكلك انت عارف لا لا ما اعرفش على حسب ما انا فاهم انه كان في اللقاء بقى جمع ما بين بليغ حمدي والشيخ النقشبندي وحد هفتكر لك الاسم الاذاعي الشهير جدا وكان في خطوبه تقريبا او فرح بنت الرئيس السادات وكان الرئيس السادات وهو بيعدي على الحضور على الترابيزات وبيحييهم فقال للشيخ النقشبندي ان هو نفسه يسمع منه حاجه يكون عاملها له بليغ حمدي طبعا هو النقشبندي هي دي المعلومه اللي كنت اعرفها شابي عن قصه طويله يعني نبقى نتكلم فيها في الفاصل المهم نرجع لك انت وبرده فكره ان انت اكيد بتحضر في محافظات مختلفه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عليه الصلاه والسلام ردود افعال الناس ايه وطريقه الاحتفاء والاحتفال اللي بيعملوها واحساسك وانت قاعد شايف الناس وهي في حاله من الخشوع كده والسكينه بتبقى عامله ازاي هو مبدئيا انت بتبقى مبسوط جدا ان انت صوتك واحساسك وكلامك الحلو اللي انت بتقوله دوت بيوصل للي قدامك فدي حاجه للمطرب او للمنشد بتبقى حاجه كويسه جدا لما اللي قدامي يبقى مبسوط باللي انا بقوله فدي حاجه كويسه ما بالك بقى بمدح النبي عليه الصلاه والسلام ما بالك ان انت بتدعو ربنا مثلا بتثنى عليه فدي فانا طبعا كنت بشوف ده في عيون الناس وببقى مبسوط جدا عايز اقول لك ان انا بعد ما بقاش يعني مش بكون عايز امشي اصلا ما بخلص انا ممكن ماكل الصبح او الصبح بس ده حاجه كويسه جدا فانا كنت ببقى مبسوط جدا وعلى فكره الناس في ناس ودانها حلوه يعني بيسميها ودن موسيقيه بعيدا عن ممكن اصلا ما يكونش اصلا عارف مقامات يعني ايه مقامات اصلا على فكره انا في البدايه ما كنتش عارف يعني ايه مقام عندنا سميعه يعني انا كنت بعتمد على ودني مثلا انا بسمع اللحن ده بقوله بالظبط ما بنشز النشاز ان انا ممكن اقول ببقى راكز على طبقه معينه ممكن اطلع جواب وقرار انزل تحت بس ما اروحش لطبقه ثانيه يعني ده بيبقى اسمه النشاز فده برضو لازم بيعتمد على السماع بتاعك ان انت تلقط اللحن كويس الكلام ده بس فموضوع حلو بص ان حد يلمس روحك دي اصعب حاجه يعني ممكن انا
تبسطني في مثلا في السمع، لكن انك تلمس روحي من جوه دي حاجه مش سهله انها توصل. يمكن الانشاد طريقه للروح اكتر، فيها روحانيات فعلا، فهي دي النقطه او ده السر في الانشاد الديني. خليني برضو اروح للنادي الاهلي، لان انت كتبت للنادي الاهلي ولحنت للنادي الاهلي والفت كلمات للنادي الاهلي برضو، خلينا نعرف منك. هو انا اصلا من وانا صغير، انا يعني اتولدت في عائله 99.9 كلها اهلاويه. طب والفرق الصغير ده ايه؟ الفرق الصغير ده حاجه يلا مقبول، يلا مقبول بقى. اخويا بصراحه واسمه محمد صلاح برضه. يا سلام يا محاسن الصدق. طبعا له كل الاحترام والتقدير، وطبعا هو على فكره بيحب برضه جماهير النادي الاهلي جدا، لان طبعا النادي الاهلي سيستماتيك قوي في نظام. طبعا انا بحب فيه، بحب فيه طبعا الروح اللي هو شغال بيها. انا اتعاملت مع اخواتي كتير جدا في الشغل بتاعي، هو زي تحس النادي اوروبي على ارض مصريه. وانا اتشرف ان انا اكون اهلاوي. طبعا انا في المجال بتاعي دوت، انا قلت لازم اقدم حاجه للنادي الاهلي. أيوة. ما ينفعش ان انا اكون اهلاوي وما اعملش حاجه للنادي الاهلي طبعا. صحيح. فانا حاليا احنا انتهينا من كتابه كلمات الاغنيه للنادي الاهلي باذن الله، وحاليا بتتلحن وهيتعمل لها توزيع، وان شاء الله قريبا هتكون حصري على قناه النادي الاهلي. ورب يعني مش هتسمعنا حاجه دلوقتي عنها. انا ممكن اقول لك بيت بس هيبقى بلحن. اوكي ليه لا؟ هيبقى بلحن مختلف زي ما تحب، لو عايز تسمعنا حاجه ثانيه علشان طبعا ما تتسرقش يعني. اللي انتوا عايزينه طبعا، عايزين تخلوها مفاجاه. احنا اكيد حابين بس محترمين حرصك على ان الاغنيه تكتمل في الاول، وبعد كده زي ما علشان ممكن تتعرض للناس بشكل. طيب في اي مثلا حاجه مجهزه تاني؟ نور البدر. يلا تمام. نور البدر جميل في بهاك، يا بشرى برسول الله. نور البدر جميل في بهاك، يا بشرى برسول الله. هل الهلاله يا ما احلى جماله، هل الهلاله ما احلى جماله، ما احلى جماله رسول الله، ما احلى جماله رسول الله. هل البدر ونوره نور، واللي يشوفه بسرعة يكبر. هل البدر ونوره نور، واللي يشوفه بسرعة يكبر. غنوا معايا قولوا معايا، غنوا معايا قولوا معايا، قولوا معايا. الله أكبر، نور الزين من نور مولاه، نور الزين من نور مولاه. نور البدر جميل في بهاء، يا بشرى برسول الله. نور البدر جميل في بهاء، يا بشرى برسول الله. هل هلاله يا ما احلى جماله، هل هلاله ما احلى جماله، ما احلى جماله رسول الله، ما احلى جماله حبيب الله. صلى الله عليه. جميل جميل جميل. على ذكر الجمال، اجمل حفله ما تنساهاش ابدا كنت بتنشد فيها وحسيت ان في توحد كده بينك وبين الناس الحضور، يعني كانت فين؟ بصراحه كانت الحفله اللي هي في قبه الغوري من يومين، كان في حضور جماهيري حلو قوي. عايز اقول لك ان فئات عمريه مختلفه كانت موجوده. طبعا في ناس كبيره وفي ناس صغيره، وعلى فكره كان في اطفال كانت بتقول معانا كمان. يعني احنا لما قلنا كاميرون كانوا بيقولوا كاميرون، ودي حاجه بتفرحنا. حتى طبعا هي دي كانت اكتر حفله. وعلى فكره احنا بعد ما خلصنا خلاص وهننهي الحفله، اداره المهرجان خلاص يعني انت في وقت معين الناس قامت وقالت لا مش هتمشوا لازم تكملوا. فده بيدل برده حاجه بتفرحنا طبعا. وانا من حلم حياتي ان انا نفسي اعمل مدرسه انشاد، بحيث ان احنا
الأطفال مثلا نعودهم على الإنشاد من هو صغيرين، يعني ده حلم حياتي إن أنا أعمل الموضوع ده زي مدرسة الشيخ محمود التهامي، هو عامل مدرسة الإنشاد دلوقتي، فده حلم حياتي بصراحة، يعني نفسي أعمل كده بإذن الله إن شاء الله. هي هتبقى طبعا خطوة قوية، وياريت تبقى عامة مش بس مثلا لفئات معينة، لأن خلي بالك حتى الأطفال في المدارس اللي هي الدولية وغيره بعاد تماما عن اللغة العربية وبعاد تماما عن الحاجات زي كده، وللأسف الأهالي دلوقتي بتتباهى بده، وأنا دي حاجة من الحاجات بتعصبني جدا. يعني أنا ممكن أعلم ابني لغات، لكن اللغة العربية اللي هي في البلد اللي احنا بنتكلمها ليه لازم ندعي لغة تانية أو نتكلم لغة تانية؟ يعني حاجة بتبقى غريبة الصراحة. هي ثقافات مختلفة. يعني هقول لحضرتك حاجة، أنا في خواجة من ألمانيا صاحبي جدا، أنا بيعجبني فيهم حاجة حلوة قوي، أجي بكلمه بالإنجليش ما بردش عليا، بيعتز قوي باللغة بتاعته. أنا نفسي ده يحصل هنا في مصر. أنا مش معنى إن أنا مثلا عارف إنجليزي كويس يبقى أنا كده بقى أنا كده جامد قوي. طبعا لا، أنا على فكرة ممكن أعرف ده وده، يعني ده مش هيقللني ماشي أكيد، ولا ده هيعليك تماما. هي اللغة الأم ماشي، ما عندناش مشكلة خالص، بس برضو اهتم باللغة العربية. أنا عندي بقى نقطة قبل ما نختم، برضو الصوفية، الصوفية برضو بتهتم جدا بالروحانيات والإحساس وغيره، هل الإنشاد الديني ليه علاقة شوية بالصوفية؟ في ترابط ما بينهم؟ طبعا، هو الشيخ الشعراوي على فكرة كان صوفي، وهو معنى الصوفية أصلا الزهد، إن أنا مثلا أعيش حياتي كلها لله، متفرغ لربنا، بس برضو في حاجة اسمها خير الأمور الوسط. يعني هو الرسول ما قاليش ان انا اقعد اعبد ربنا وكل حاجه، بس لازم اشتغل برضه. العمل عباده اكيد. هو طبعا في طرق صوفيه كتير جدا موجوده، هو عامه انا الصوفيه عامه انا بحبها، وفي امثله كتير. يعني مثلا ما هو الشيخ ياسين التهامي على فكره بيقدم محتوى صوفي حلو قوي وانا بحبه جدا، في فرق بتقدم برضه محتوى صوفي زي فرقه هي نزعه موجوده عند ناس كتير، فهي موجوده فعلا طبعا. هو بس اهم حاجه ان انا امشي بالطرق الصوفيه اللي هي الصح اللي الرسول قال لي عليها كده. فطبعا الصوفيه انا بحبها، وانا ليا الشرف ان انا اكون منهم. بتعلمك ازاي تبقى روحانيه، في اناشيد على فكره كتير جدا صوفيه، منهم نشيد انا عملته بمناسبه المولد النبوي، طبعا هو على فكره نشيد ده صوفي، في روحانيه حلوه قوي. بتتكلم على مديح المصطفى ولا على حاجه مديح المصطفى؟ على فكره صوفي، وفي برضه النشيد الجديد. لان احنا دلوقتي عايزين يعني نختم معاك، اولا بنشكرك على وجودك معانا النهارده جزيل الشكر، نورتنا واسعدتنا، ونختم معاك بقى، يعني شوف انت بقى سواء مديح المصطفى او اي حاجه تانية تحب نختم معاك بيها. تمام، هو في امنيه بس طالبها، يعني اتمنى تتحقق. يعني انا ليا الشرف ان انا يعني حلم حياتي ان انا ازور النادي الاهلي طبعا في الجزيره. يا نهار ابيض، ما رحتش النادي الاهلي؟ لا، هو انا رحت، بس حلم حياتي ان انا اقابل كابتن محمود الخطيب، يرجع يعني بالسلامه بس ان شاء الله من فرنسا، وحاجه اكيد ممكن نعملها بسهوله، مفيش اي حاجه طبعا قبل. باذن الله، لان انا طبعا بحبه جدا، سواء لما كان لاعب في الكره، سواء كاداره والاداره كلها بحييها وبحيي الجمهور كله، وانا يعني يا رب اكون كنت ضيف خفيف عليكم النهارده. انت ما قابلتوش ولا مره على الحقيقه؟ الحقيقه لا، ليا الشرف طبعا. بس هو موجود على طول ان شاء الله ما يرجع، بس هو على طول موجود في النادي الاهلي اصلا ان شاء الله، فباذن الله نعمل ده اول ما يرجع، وعد يعني ان شاء الله باذن الله. وانا مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده في بيتي، وان شاء الله ما اكونش اخر مره اكيد، ويعني مش عارف اقول لكم ايه، انا كان نفسي اطلع معاكم من زمان جدا. والله شرفتنا والله بجد النهارده في حلقتنا، ونكتب معاك بقى باللي انت هتختاره لنا. انا طبعا عملت نشيد بمناسبه المولد النبوي، كلمات جديده بالتراث القديم، انا بقى بحاول ان انا احيي التراث تاني، حلو، الحان جديده وتوزيع الحان طبعا المنشد شرقة مصطفى الشافعي، وتوزيع سامر ثابت طبعا. لازم اذكر فريق العمل اللي اشتغل معايا عشان الناس. تحياتنا ليهم كلهم، تحياتنا ليهم جميعا. النبي خير الانام عليه الصلاه والسلام. النبي خير الأنام، صلوات منك ربي عن النبي خير الأنام، ما
تغنى أو ترنم، ما تغنى أو ترنم، كل عاشق في غرام، كل عاشق في غرام. أرسل الله إلينا بالكرامات العظام، أرسل الله إلينا بالكرامات العظام، أحمد المختار طه، أحمد المختار طه، سيد الرسل الكرام، سيد الرسل الكرام. صلوات منك ربي عن نبي خير الأنام، أقمار الدياجي كل أرباب الغرام، قالت أقمار الدياجي كل أرباب الغرام، كل من يعشق نبينا، كل من يعشق نبينا في أمان وسلام، في أمان وسلام. صلوات من ربي عن نبي خير الأنام، صلوات من ربي عن نبي خير الأنام، ما تغنى أو ترنى، ما تغنى أو ترنى، كل عاشق في غرام، كل عاشق في غرام. طيب الفقرة الأخيرة هنتكلم فيها وهنواصل بقى كلامنا عن مستجدات الكرة المحلية والعالمية، كلام كتير جدا هنحكي فيه. خلينا نرحب في البداية بضيفنا العزيز الأستاذ محسن الملوم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل. أهلا بيك. منورنا أستاذ محسن، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد لله. طبعا عندنا حاجات كتير هنتكلم معاك عنها، وتعالى نخلي كلامنا يبقى انطلاقا من الماتشين، ماتش النادي الأهلي مع المصري وسان جورج الاثيوبي، وطبقا لمشاهدتك ورؤيتك للماتشين عايزين نعرف بقى ايه انطباعاتك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كان مهم جدا للنادي الاهلي الفوز في المباريات، مش بس الفوز، الفوز والاداء والنتيجه الكبيره. لسبب بسيط جدا، انت في بدايه الموسم خسرت بطوله اللي هي كانت السوبر افريقيا طبعا قدام اتحاد العاصمه، الاداء ما عجبش الناس، اللعيبه يعني كان في شويه انتقادات شويه، لكن كان بعديها على طول، يمكن كانت المباراه دي الجمعه، بعديها على طول يوم الاثنين على ما اعتقد او الثلاث كانت ماتش المصري اول ماتش في الدوري، فكان كويس ان الاهلي يبدا بالشكل ده. كمان مش بس الفوز الكبير في الدوري بالرباعيه باداء عالي جدا واللعيبه الجداد زي مثلا رضا سليم وكده، لكن او امام عاشور، لكن كمان البطوله الافريقيه لما بدا فيها اللي كان فيها بعض الغيابات اللي زي مودست مش موجود، زي رضا سليم، زي بقيه اللعيبه الموقوفه واللي غايبه، حته التدوير اللي بيعمله مارسيل كولر كان مهم جدا. طبعا خلينا نتكلم بكل صراحه، المقارنه ما بين الاهلي وسان جورج بعيده تماما، لصالح الاهلي كلها بكل المقاييس وفي كل المراحل، طبعا منافس متواضع تماما، فمش بس الفوز الكبير ده شيء متوقع، لكن عمليه التدوير كانت مهمه جدا عشان الموسم اللي بدا ده هو الموسم الاصعب للنادي الاهلي طوال تاريخه حتى هذه اللحظه، عشان كده الجمهور الاهلي اطمن اكتر على
الفرقه مش النتيجه، مش النتيجه اكتر. الاهلي طبعا مرشح انه يتاهل ويفوز بكل سهوله لدور المجموعات، لكن عمليه التدوير كانت اهم ما يميز الفريق في المباراتين دول. ليه الموسم الاصعب من وجهه نظر حضرتك دلوقتي بتقول؟ يعني النادي الاهلي مشارك طبعا مع الرباعي الافريقي اللي هو الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر في بطولات افريقيا، لكن الاهلي بيزيد عنهم بطولتين طوال، دور السوبر الافريقي او الدور الافريقي لكره القدم اللي يبتدي من 20 اكتوبر لحد 11 نوفمبر، اللي هي البطوله اللي خلالها مش هيلعب اي مباراه محليه، ودي البطوله الاولى اللي بيستحدثها الكاف، دي رقم واحد. كمان عنده كاس العالم للانديه في شهر ديسمبر، بالاضافه لبقيه البطولات اللي هو الدوري السنه دي والكاس السنه دي والكاس السنه اللي فاتت مع بطولات افريقيا. يعني كعدد بطولات حضرتك بتشوف ان ده السبب ان هو هيكون موسم اصعب على النادي الاهلي، بس احنا اعتدنا عدد البطولات ده. يعني لا لا لا، السنه دي اكتر، يعني السنه دي اكتر، زائد يعني قولي الاهلي كل سنه مثلا بيشارك في كاس العالم للانديه زائد البطولات دي كلها، السنه دي حط عليها بطوله دوري السوبر الافريقي او اللي هو دوري كره القدم الافريقيه اللي هي في خلال 20 يوم او 21 يوم. بس انت جاهزيتك افضل، يعني حتى لو انت بتتكلم دلوقتي ان عدد البطولات زاد بطوله، بس انت جاهزيتك افضل، سكواد اروع يعني من الاول لازم بكتير. ما هو لازم ودفعه كمان قويه جدا. ما هو لازم يعني حسن انفعل بصراحه، او من حسن حظ النادي الاهلي الموجود مارسيل كولر، لان مع احترامي طبعا لموسيماني لو كان موجود وبيعتمد على عدد معين من اللعيبه كانت اللعبه دي فقدناها وكان فقدنا البطولات، لكن هو بيعمل التدوير، عشان كده بتلاقي مثلا في اخر الماتش يغير خمسه يطلع خمسه. ليه بقى؟ لان هو محتاج كل اللعيبه دي، لان انت مشارك في كل البطولات دي، فمش ممكن مش ما فيش كولر طبق كلمه فعلا او مقوله فعلا الاهلي بمن حضر. يعني لان فعلا ما لا تشعر بغياب اي لاعب سواء اصابه او اي ظرف اخر، لا السكواد كامل. يعني الماتش اللي فات احنا عندنا خمس لعيبه اساسيه مش موجوده، هل احنا شعرنا بده؟ لا لم نشعر، وما اثرش على الاداء، فدي نقطه قويه. ده اللي خلى النادي الاهلي حصد البطولات السنه اللي فاتت. يعني السنه اللي فاتت لما نرجع الاهلي، وكان الناس بتعذر النادي الاهلي لما مثلا بيخسر بطوله او اثنين او يوصل للنهائي او يخسر، ليه؟ لانه طبعا اللعيبه بقى مش مكان، دول بشر، لكن هو عمل الحته دي تماما ان هو كل اللعيبه بتشارك. يمكن السنه اللي فاتت السكواد كامل بتاع النادي الاهلي بالاكمل شارك، حتى الحارس الثالث اللي هو كان مصطفى شوبير بعد علي لطفي او محمد شناوي، الوحيد اللي ما شاركش عشان نكون منصفين ايمن اشرف، وده خرج من حساباته الفنيه والموضوع انتهى، لكن هو شارك كل اللعيبه. حتى لما تشوف في نهائي افريقيا السنه اللي فاتت انت بتعتمد على بيرسيتا وكهربا وحسين الشحات، طلع دول وكانت النتيجه، يعني طلع حسين الشحات والنتيجه لسه الاهلي مغلوب، وشارك لسه لعيبه محمد شريف اللي ما كانش مشارك قوي يعني، وطلع بيرسيتا وبعد شويه وطلع كهربا كمان، طلع الثلاثه اللي هم مثلث الرعب بتاعك وانت في وقت حرج جدا محتاج دول، ومع ذلك قدر يتعادل وربنا وفقه. هو يعني حاليا السكواد الموجود او السكوادين انجاز التعبير الموجودين في النادي الاهلي مليانين مثلثات رعب وثنائيات رعب، لدرجه ان ممكن يبقى مساله كده الاختيار مش بالسهوله اللي كل الناس ممكن تبقى متخيله. ده هو احيانا بيبقى الغيابات كويسه، يعني مثلا الماتش الاخير مثلا موديست مثلا مش مقيد في البطوله، او رضا سليم غايب في البطوله الافريقيه يعني، فبالتالي يقدر يشارك بقى اللعيبه الثانيه. احيانا بتبقى كويسه عشان بتفرض نفسها على المدرب، بس حتى لو ما كانتش موجوده هو كولر عنده الحته دي، بيقدر يلعب الفريق كامل مكمل. يعني انت بتلاحظ ان هو يجي في اخر الماتش، يعني في ماتش المصري فكان ده ما اعرفش 80 او بعد كده راح شايل خمسه ودخل خمسه، يعني اللي هو ايه، لانه محتاج كل الفرقه، محتاج كل الفرقه عشان طول الوقت انت عندك بطولات. انت النهارده بتشارك في افريقيا، وبعدين في ماتشات افريقيا، وبعدين الكاس مصر، وبعدين هيطلع على المنتخب. المنتخب دي مشكله كبيره جدا، وازمه اللي هي السفر، هيكون علي معلول مع منتخب تونس في في في, في اليابان، وديانج مع هيلعب مع منتخب مالي في السعوديه، وبيرساو في جنوب افريقيا، وكل دول بعد ثلاث ايام مطالب يكونوا في تنزانيا عشان يلعبوا مباراه سيمبا اللي هي المباراه الاولى في اول ماتش في دار السوبر. كل ده مع المنتخب نفسه هيكون في الامارات بيلعب ماتش الجزائر، كل الكلام ده كله بيعمل ضغوطات، فعشان كده المدرب بيحاول على قد ما يقدر يريح لعيبته. رؤيتك للصفقات الجديده رضا سليم تحديدا وامام عاشور؟ والله هي بتتحدث عن نفسها، الصفقات الجديده الاهلي بتتحدث عن نفسها. النهارده لما تشوف رضا سليم من اول مباراه، حتى المباراه الاهلي خسرها بتاع اتحاد العاصمه، لا راي عنده اصرار. يمكن حتى كان في تصريح لحتى لرئيس نادي الجيش الملكي، قال لك لهذا السبب اصر النادي الاهلي على استقطاب او رضا سليم، لانه طبعا كان بيلعب في الجيش الملكي، لانه هو اللعيب لقي نفسه. انت رايح بقى، انت رايح في حته تانية خالص، انت بتلعب مع احترامه طبعا للجيش الملكي، انت مشارك مع النادي الاهلي، فاذا انت رايح كاس العالم للانديه ودور السوبر الافريقي، وبعدين في النادي الاهلي نادي القرن،
النادي الاكبر في الشرق الاوسط، فده بيدي لك فرصه اكبر ان انت تعلى وتعلى، فعشان كده وبعدين لسه شاب صغير، فدي برضو ميزه الصفقات، مش مجرد صفقات، لا السن، السن كمان. هتقول لي مودست كبير في السن، مش مشكله، الحته دي لها ظروف خاصه، لكن تحديدا رضا سليم وامام عاشور لا فارقين تماما مع النادي الاهلي. انت لما تشوف امام عاشور عامل اسيستين منهم، واحد عبر للقارات بسم الله ما شاء الله، يعني رضا سليم هو جاب الجون الاولاني، مش مجرد جون، ده هو شاطها ورجعت له، عنده اصرار المباراه الاولانيه، عنده اصرار وبيحاول دايما يعني مش بديل كفء، لا ده هو اساسي كفء، ما فيش يعني الفرقه بتاع النادي الاهلي ما فيهاش بديل، انا شايف ان كلهم اساسيين، بس بحكم الظروف لازم يلعب 11 بس، فعشان كده صفقات النادي الاهلي كلها مفيده، قليله ولكنها مفيده. عايزة أطلع من الموسم اللي فات اللي هو كان أكثر من رائع، واللي البعض أطلق عليه استثنائي بمعنى الكلمة فعلا، وأخش على الموسم ده، بس أخش على الموسم ده وأنا عارف مشاكلي اللي كانت موجودة في الملعب في الموسم اللي فات، وأشوف هل في الماتشات اللي أنا لعبتها وهي القليلة جدا في العدد يعني، هل أنا ظهرت بمشهد أو بصورة مختلفة شوية، قدرت أن أنا أسيطر أحل المشاكل اللي عندي، اللي كان منها الميس باس، واللي كان منها للأسف الشديد صحيح. الفينال بتاعنا اللي هي لمسات الأخيرة وغيره، هل أنا قدرت أدخل الموسم الجديد وظهر فعلا اختلاف شوية في الماتشات اللي لعبناها؟ هو بالفعل ظهر، وبعدين في كويس جدا في الماتشات في الموسم الجديد، أنه هو ما عادش فيه جس النبض، مش مثلا إيه إحنا لسه في أول موسم فالأداء مش قد كده، لا خلاص، والنادي الأهلي استنفذ الحتة دي في مباراة اتحاد العاصمة، كان في شوية إجهاد عند اللعيبة أيا كان، مش هبرر طبعا ده، لكن الهزيمه لا تبرر، لكن في النهايه اللعيبه كان عندهم حاله، دي اكتر حاجه خطر كانت على النادي الاهلي الموسم ده، حاله التشبع، حاله التشبع. النادي الاهلي واخد كل بطولات السنه اللي فاتت ولم يخسر الا بطوله كاس عالم الانديه قدام ريال مدريد، اللي هو مقبول يعني مقبول جدا يعني ده تقدير مقبول جدا، ف ف ف كله تمام وخد كل حاجه وداخل على موسم جديد، فبالتالي ايه الرصيد يسمح، حتى يعني الرصيد يسمح انه لو خسر بطوله يسمح، بدليل انه لما خسر كاس السوبر الافريقي الجمهور كله حي حتى كولر في الماتش الاخير، لكن عند النادي الاهلي لا مفيش حاجه اسمها تشبع، فكانت دي نقطه خطر شويه، يمكن كان بيعالجها زمان مانويل جوزيه، كان عنده ذكاء اكتر من يعني ذكاء شخصي اكتر منه فني، فعشان كده كان بينجح مع الفريق ده ان هو دايما يجدد 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 الحوافز، هو السنه دي خلاص هو استنفس مباراه واحده، شكرا خش على اللي بعده، فعشان كده ده يحسب لكولر بكل على ذكر كاس العالم للانديه، شايف ان فرص النادي الاهلي في النسخه القادمه ان شاء الله هتوصل بينا لفين؟ عايز اقول لحضرتك ان دي الفرصه الاخيره للنادي الاهلي انه يعمل حاجه في البطوله دي، حاجه يعني طبعا وعمل، لكن يعمل حاجه افضل من اللي عمله، بمعنى ايه؟ لان البطوله السنه الجايه خلاص انت 24 فريق انا ما اعرفش 8 من اوروبا، اذا كنت انت بتعاني مع واحد في اوروبا، يعني النادي الاهلي في البطوله دي فرق اوروبا حرمت الاهلي من النهائي، ريال مدريد ومر من اخواليه ولا من النادي الاهلي في المرتين خسر منهم وما صعدش للمباراه النهائيه، النادي الاهلي طبعا عنده حلم ان يوصل للمباراه النهائيه، لو وصل للمباراه النهائيه حتى لو خسر هيبقى افضل انجاز في الشرق الاوسط كله، لانه النادي الاهلي واخد 3 برونز، لكن مثلا الهلال السعودي وصيف، الرجاء المغربي وصيف، الجزيرة الإماراتي، مازيمبي الكونغولي، الأربعة دول وصلوا نهائي، 2 من أفريقيا و2 من آسيا، ده ما قدروش يحققوا الأهلي ليه؟ لأنه كان عنده عقدة من فرق أوروبا، كان دايما بيخسر من فرق أوروبا يعني في الغالب، يعني فرق أمريكا اللاتينية بيخسر وبيكسب يعني بيروح ويجي، فعشان كده من حسن حظه السنة دي أنه هو في طريقه بطل كوبا ليبرتادوريس اللي هو أمريكا الجنوبية، مش مانشستر سيتي، يعني اذا حصل النادي الاهلي قابل السيتي هيقابله في النهائي، ولكن طبعا عنده عقبه كبيره جدا مهمه جدا، مباراه الاتحاد او الواجهه المحتمل، عشان لسه طبعا الاتحاد عنده مباراه مع اوكلاند سيتي اكيد مرشح بنسبه 99% انه يكسبها، لكن في النهايه دي مباراه صعبه جدا على الفرقتين، انت بتلعب مع اتحاد جده بطل الدوري السعودي على ارضه، صاحب صفقات المميزه بقى بنزيما كفايه وكانتي والكتيبه دي، عاملين عرض هايل بصراحه في الدوري السعودي، انا بتابعه كويس جدا، فعاملين شغل كويس جدا، اميز بصراحه في وجهه نظري من النصر والهلال وبقيه الفرق الثانيه، وعامل شغل عالي جدا، يمكن اميز فريق في الدوري السعودي، فعشان كده الكل في ايه اميز في ايه؟ لا هو مستواه ثابت، يعني الهلال مثلا بيكسب بصعوبه، بيتعادل، بيخسر نقاط، النصر لا مع احترامي للاسماء اللي فيه مش قد كده، يمكن وكريستيانو ما عملش برده كريستيانو ده يعني وجوده مش عشان كريستيانو هيدي وجوده عشان هو كريستيانو، احنا فاهمين بس كنا متوقعين برده يحدث، النصر خسر يعني اول ماتشين ودي ما حصلتش من سنين، وبدا يكسب بعد كده، الشباب بكل امانه عنده مشاكل كتيره، الاهلي ماشي كويس لكنه خسر اخر ماتشين يعني، لكن الوحيد اللي الاتحاد اللي ماشي بشكل كويس، يعني عامل توازن في فرقته بكل امانه، يمكن
مش عنده لعيبه وجات لعيبه، يمكن ساب مثلا حجازي، ساب طارق حامد، لكن عنده لعيبه تانية قدر يعمل التوليفه دي. كانت يحلله مشاكل كتير، بنزيما طبعا بيفكر سيبانه لحجازي اثر في ناس كتير، يعني في ناس ما عجبهاش الوضع. شوف هو ما عجبهاش بس هو لا يلام، خصوصا ان حجازي كان الفتره الاخيره نهوان دي ايادي بيضاء كتيره لا لا هو معاني. هو كان قائد الفرقه، هو قائد الفريق اللي حصل على الدوري السنه اللي فاتت، لكن اصابه الرباط الصليبي خرجته من حسابات للاسف اسوء الاصابات يعني. انت كان منطقي ما لا يلام، خصوصا الاتحاد السعودي لكره القدم بيسجل 8 لعيبه اجانب، الاتحاد اللي كان عنده 10 لعيبه اجانب فعايز يتخلص من، مش يتخلص، يسيب 2 على الاقل. فكان طبعا كان طارق حامد وكان حجازي، وفيما لو كان راح محمد صلاح كان هيشوفوا حل حد يمشي تاني، او كان هيتم تجنيس احد اللعيبه في الفرقه اللي هو كان بقاله فتره، اعتقد لاعب اسمه ريفلينيو، مش متذكر اسمه، او رومارينيو، هو كان يشوفوا له حل. فكده كده كان مجبر على انه يترك حجازي. الناس زعلت لكن هم لا يلوموا بكل امانه. فعشان كده نرجع بقى للنادي الاهلي، المباراه دي هي عنق الزجاجه بالنسبه للنادي الاهلي. اذا الاهلي فاز بيها ان شاء الله يقدر هتدي له دفعه مع الجمهور الكبير اللي موجود في السعوديه، الجمهور المصري طبعا اللي هيشجعه قدام بطل امريكا الجنوبيه اللي لسه ما هيتحدد في نوفمبر. هتبقى دي هي المباراه الاهم للنادي الاهلي، لانه لو فاز بيها ان شاء الله خلاص هو انت حققت اللي انت عايزه كله. النهائي بقى لن تلام قدام السيتي حتى لو خسرت اقوى نادي في العالم في الوقت الحالي. وثانيا ما حدش هيشوف بعد كده نهائي ولا نصف نهائي، خلاص مش هتشوف تاني. انت رايح بقى في المعمعه، كاس عالم بجد، 24 فريق، 8 فرق من امريكا، من اوروبا. طب هتروح فين انت اذا كنت انت بتعاني قدام مثلا تشيلسي، ريال مدريد، بيرن؟ هتلاقي بقى ريال مدريد وبرشلونه والسيتي وتشيلسي وليفربول. طب هتعمل ايه؟ ده انت رايح معقل الاسود، فمحدش يلام. فهي الفرصه الاخيره للنادي الاهلي السنه دي بطوله كاس العالم للانديه. يعني والله نتمنى يوم من الايام ان احنا نبقى بننافس يعني فرق اوروبيه، ده مش بعيد، مش بعيد ان هو يحصل. أكيد. عايز اروح معاك محليا شويه، نتكلم عن الدوري الممتاز يعني، او دوري النيل بقى بالمصطلح الجديد يعني. سمعنا ان في وعود ان هذا الموسم هيبقى دوري مختلف، مش بس فكره اختلاف الاسم، لا هيبقى في اختلاف بشكل كبير جدا في الكاميرات وفي الملاعب وفي التصوير وفي التقنيات وغيره، في كل حاجه تقريبا، وده اعتقد شيء كويس جدا. ولكن الفارق هنا بقى ان انت داخل برضو مع فرق مستواها، في منهم فرق كانت بتحصل على المركز الثاني والثالث لمواسم عديده، دلوقتي مستواها متراجع بشكل كبير جدا. انا لا اذكر يعني نادي مش الزمالك لوحده او مثلا سيراميكا لوحده او غيره، لا، في بعض الانديه اللي اعتدنا على مستوى معين منها هي داخله الموسم ده غير ما عندهاش جاهزيه اصلا يعني. في على الصعيد الاخر انديه عندك صعدت وعامله شغل كويس دلوقتي. فش كده انا بقول محليا دايما الموسم ده هيبقى مش بس مختلف، هو هيبقى غير متوقع بشكل كبير. والله هو ده كويس، هو ده صح في صالح الكره المصريه، لكن للاسف كل حضرتك بتقول عليه ده يعني كان ينقص الجمهور. يعني الكاميرا لما بتيجي دايما لما بيجيبوا منظر الدرون من الملعب من فوق، لا بصراحه سيئه جدا، خصوصا زي استاد القاهره، ده استاد تاريخي طبعا، ما مش بيبان فيه اصلا، 30,000 ما بيبانوش فيه. صح. فعشان كده لما العدد المحدود اللي محددين اللي هو 5,000 لكل فريق، 10,000 يعني التوتال، يعني قليل ما زال على الفرق، خصوصا ان في فرق زي ما حضرتك ذكرت، يعني مثلا السنه دي الثلاث فرق اللي تأهلوا ما فيش حد فيهم خسر اول جوله، سواء زد، ده زد كسب الاسماعيلي يعني النادي الكبير، بلديه المحله كسب، الفريق الثالث الجونه اتعادل. يعني اقصد اقول ايه، الفرق مش جايه تصعد عشان تهبط، لا ده 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 هزموا فرق يعني طموح وانديه جماهيريه لها تاريخ. الفرق الكبيره، الفرق كان الاسماعيلي خسر، المصري خسر، ده كان غير متوقع بصراحه تماما. يعني احنا وقفنا عندها شويه، اتغيرت خلاص. بس حاجه غريبه يعني، انا النادي الاسماعيلي لا مش غريبه خلاص، هي حاليا ممكن تقول مش غريبه، لان الاوضاع الماديه والمشاكل الاداريه ما بقاش في مصر بس. هو انت النهارده مين بطل الدوري الانجليزي اللي مستوى عليه في السنوات الاخيره وبطل العالم؟ الفرق الثقيله بتاعتهم الجماهيريه اللي ليها شعبيه واللي ليها تاريخ، قليل قوي منهم اللي بيصارع على الهبوط. لكن دلوقتي بقت كلمه الهبوط مقترنه بانديه ما كانش ينفع يتقال كلمه هبوط في جمله واحده بتضمهم مع بعض، عشان الكره بقت امكانيات. ما هو النهارده نادي بيراميدز، ما هو راس المال يعني، بلا جمهور يعني، ما عندوش جمهور اساسا. أي. ومع ذلك بينافس اخر سنتين، هو وصيف الدوري وبينافس وفريق قوي وطموحه بيعلنوا ليه بقى؟ عشان هو ضمم عدد رائع من اللعيبه في كل المراكز، بدا يجيب لعيبه صغيره وفي لعيبه كبيره ويجيب وبيصرف، ده موجود عنده، ده مش قادر يعمله الاسماعيلي مثلا الى حد ما، المصري، الاتحاد، الانديه الجماهيريه مش قادره تعمل ده. طب هتعمل ايه؟ فهو الموضوع مرتبط بالصرف يعني، اللي هو الدوريات الحاليه يعني. وانت بتتابع الدوريات الحاليه اخر شويه سنين،
هل بتستمتع نفس قدر الاستمتاع اللي كنت بتستمتع بيه زمان؟ لا اكيد لا، لما كان المقاولين تقيل والاتحاد السكندري، بس ده بشكل عام ملوش علاقه. كان الثمانينات ما كانش فيه الاحتراف، يعني كان ايه، كانت اللعيبه بتلعب بالانتماء، يعني بتحب النادي ده. كانت نادر يعني لعيب يسيب الاهلي يروح الزمالك، الزمالك يروح اهلي، كانت حاجات بسيطه، لكن في النهايه كانت الكره للمتعه، ما كانتش الاحتراف. لما دخل عصر الاحتراف خلاص بقى الموضوع بيزنس، بقى النهارده عادي جدا ابن الاهلي يروح الزمالك وابن الزمالك يروح الاهلي، خلاص لان البيزنس عالي موجود في كل العالم. النهارده بقول حضرتك افضل نادي في العالم مانشستر سيتي. مانشستر سيتي كان لحد وقت قريب المدينه كانت سيتي دي، هو قصدي مانشستر دي كان مانشستر يونايتد مش مانشستر سيتي، لما الملاك الاماراتيين وصرفوا خلاص خدوا دوري ابطال اوروبا وصعدوا قبل كده دوري ابطال اوروبا، والنهارده مسيطرين على الدوري الانجليزي لدرجه ان انت النهارده الدوري الانجليزي ده دوري مالوش ماسك، الصغير يكسب الكبير واي حد واي نتيجه تحصل في اي حاجه. ومع ذلك كان مثلا الجارديان الانجليزيه، صحافه الجارديان اختارت عنوان قبل الموسم، من بالبلدي كده من يقدر على السيتي؟ قالت بقى هل ليفربول، هل توتنهام، هل تشيلسي، هل يونايتد، هل ارسنال، كل دول يحاولوا. هو السيتي في حته واحده. الجمله الصح مين يقدر على السيتي ولا مين يقدر على هالاند تحديدا؟ لا سيتي، لا بصراحه ما هو هالاند السنه دي مش متالق قوي، يعني مش نجم النجوم. لكن السيتي النهارده الست جولات ست مكاسب، يعني ما فيش حتى تعرفش نقطه خسرها، يعني النادي الوحيد في كل الدوريات واللي عامل كده. يمكن الريال خسر اخيرا، يعني أيوة. خسر او فقد يعني، اعتقد يمكن في الانتر برضو نفس الكلام، لكن في ايطاليا يعني، لكن في الحته دي لا، ده في حته لوحده، في حته لوحده. كل الابطال بيعانوا في كل الدوريات، كل الدوريات في العالم ما عدا السيتي. ليه؟ لانه هو في حته تانية خالص. السكواد بشع، اللعيبه بسم الله ما شاء الله، مش هالاند للامانه، مش هالاند بس، كل الفرقه. فعشان كده ده بسبب ايه؟ الماده. خلاص هو مرشح للفوز بكل البطولات اللي هيخش، يعني الدوري الانجليزي اللي ما حدش يقدر يتوقعه مرشح لكاس العالم للانديه. ده طبيعي، ده مش عايزه كلام، فيعني الموضوع منتهي. يعني طب مش يمكن ناخده احنا يا استاذ محسن؟ يا رب. والله هيجي يوم من الايام يحصل، لما كل حاجه بتبقى في الاول ممكن عارف حلم بعيد وبعدين لا ممكن. في نادي كره قدم، لكن بنتكلم معطيات. لكن ان انت عشان كده بقول في الاول اديه فرصه الاخيره للنادي الاهلي، الحق اصعد والدنيا ايه لذيذه كده. هو عامه تدخل راس المال اثر بشكل كبير جدا، لكن انا هختلف في نقطه صغيره. احنا دايما لازم حاجه نختلف فيها في كل فقره، ليه كده؟ اتفضلي. مش عارف. هختلف معلش شويه، ان مش كل اللعيبه عندها فكره اللي هو انا ممكن اروح نادي منافس، لا في البعض بيقبل ذلك، وفي او على فكره مش بدافع عن لعيبه النادي الاهلي فقط، حتى في الزمالك، موجود حتى في اوروبا، يعني في اللي عنده القابليه لده، وفي اللي عنده حتى وان كان العرض افضل انا مش هروح النادي المنافس. معاك، موجود بيسموهم في اوروبا الاوفياء زي توتي بصراحه، توتي يعني عشان ملك روما. حق يقال. لا ماشي، موجود في كل العالم. توتي مثلا ملك روما موجود مع روما، رفض يروح بقى ريال مدريد واليوفنتوس ومش عارف، وكان ياخد بقى كوره. على فكره ده حلو، لان خلي بالك الجماهير باولو مالديني في ميلان. باولو مالديني طبعا اي سي ميلان رقم 3، انا مش هنساه طبعا طبعا. ابن سيزار مالديني وابنه لاعب برضه، وباباه كان ابوه وابنه. فعشان كده ده خلاص، ده مش هيسيب اللي مش هيروح في اي حته ولا يحترف في اي حته. خلي بالك ده اللي دايما الجماهير بتذكره، يعني ده اللي بيعلم مع الجماهير بشكل كبير، لان الجماهير عمرها ما بتغير انتمائها. يعني هي جماهير ثابته بقى بالظبط، لكن اللعيبه بعض منهم. الانطباع اللي اتاخد مؤخرا على محمد صلاح بعد رابطه للعروض السعوديه المهوله، فبيتقال عليه نفس الكلام. استاذ محسن نورتنا، ربنا يكرمك. الوقت جري بسرعه والله، يعني بس بنستمتع بالقراءه يعني معاك حقيقي. شكرا ليك استاذ محسن، ربنا يكرمك. شكرا اكيد. بنشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه، وباذن الرحمن يتجدد اللقاء بكره يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.